في الأجهزة الفنية للنادي الأهلي. وقلت إن سمة النادي الأهلي هو التغيير، يعني أنت في النهاية مفيش حد باقي، أنت في النهاية بتدعم النادي الأهلي، بتشجع النادي الأهلي. كل الناس اللي مشيت أشدنا بيهم كتير جدا بالاسم، أحمد أبو عبدة، سيد عبد الحفيظ، كلهم رموز ونجوم أدوا بشكل رائع جدا جدا جدا. وشرحت وقلت إن أنت عايز تحتفظ بمكانك في مدرسة الأهلي، عايز تحتفظ بمكانك في مدرسة الأهلي، اشتغل اشتغل زي ناس معينة في الأهلي، حسام غالي، عماد متعب، ناس كتير ادت في وقت من الأوقات للنادي الأهلي، وناس كتيرة جدا ادت في وقت من الأوقات وخرجت ورجعت وراحت وجت، ومنها كمان الكابتن سيد، ومنها وجوه كتير جدا جدا. الأهلي لا الناس بتختلف معاه، أنا بتكلم على الأهلوية، لا بيختلفوا معاه ولا بيزعلوا منه، بيخلص مرحلة بيأدي المرحلة اللي بعديها، يا عالم هترجع إمتى. حتى اللعيب اللي بيخرج من الأهلي بيبقى عايز يشوف هو هيرجع إمتى، هيلعب إمتى. اللي هضرب لكم، هقول لكم قصة لأول مرة أحكيها لحضراتكم، مش حلوكوا بقى خبر وقصمة حمدش، وأنا كاتم كتير أو السنة اللي فاتت وأخبار كتيرة جوايا ما بطلحهاش نظرا للظروف، لا لي عنده ماتش الظروف دلوقتي ما تنفعش، لكن خلاص خلص الموسم ومن حقنا نفضفض مع بعض. هقولكوا شوية تفاصيل كده، حدلكوا الدرس إزاي ده حجز مكانه وإزاي الأهلي رد الجميل. كويس؟ كل الناس قاعدة بتتساءل، هو كهربا ده هيبطل كورة؟ هو كهربا ده مش هيدفع الغرامة؟ هو كهربا ده معاه 50-60-70 مليون؟ هو كهربا الفلوس ايه؟ قولا واحدا، قولا واحدا، النادي الاهلي، النادي الاهلي ملوش اي علاقة بموضوع كهربا، وما دفعش جنيه في غرام الكهربا، قولا واحدا، من اول ما كهربا جه والدين معمول على كده والناس عارفة كده. الاهلي ما دفعش جنيه، ولو انا كلامي غلط اي مسؤول في النادي الاهلي يطلع حالا يقول لي غلط، وبقول لكم على مسؤوليتي الشخصيه، والكلام ده انا متاكد منه بنسبه 100%، مش 100%. الاهلي ما دفعش جنيه في غرام الكهرباء. الاهلي ما دفعش جنيه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كهرباء، حاضر اقول لكم الكلام بتاع الانشا، دماغه مترتبه، صايع كوره، معلم القصة، لا 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 مش هقول الكلام ده خالص. كهربا لعب الجيم كالآتي، وأنا بقى شاهد عيان، وأنا شاهد عيان. كهربا جه في الغرامة في وقت من الأوقات كان هيبطل كورة، اللي بحكيه لكم ده هو الحقيقة بحذافيرها، واسألوا كهربا. شوف أنا بقى جاي فاتح لكم قلبي بقى، إيه بقى إزاي، وكان الأحاديث بيني وبين كهربا شخصية. خلاص الأمور واضحة. إيه؟ كهربا جه في وقت من الأوقات معهوش المبلغ ده، الدولار اترفع عليه، قال انا مش عارف اعمل ايه، قفلت معايا عقوبة، ايقاف، غرامة، انا مش شايف، مش هلعب، هبطل كورة، يروح التمرين ويقعد. وجي في وقت من الاوقات المفاجأة المدوية ان كهربا جاله عرض في احد الدوريات الاوروبية، فقعد كده كهربا حط كده القصة وقعد يفكر هو واتنين مقربين منه جدا جدا، الرقم اللي جه الكهرباء رقم كبير. طب انا خرجت من الزمالك رحت الاهلي عشان اعمل تاريخ، اتوقفت عندي قصة، طب هطلع برة، طب انا عملت ايه هنا، طب ايه اللي انا اديته، طب لسه هتوقف، طب مين هيكمل معايا. صحي من النوم في يوم قال لك والله العظيم لم كمل في النادي الاهلي، لازم اعمل بصمة في الاهلي، لازم اعمل بصمه، لازم اقول للجمهور ده ان انا جاي اعلم، لازم اقول لجمهور النادي الاهلي ده ان انا جاي اسيب علامه. اللي بقوله لكم ده هو ده الحديث اللي حصل بحذافيره، انا قاعد في الاهلي. طيب يا عم كهربا، في الوقت ده انا اتكلمت مع كهربا شخصيا، قلت له طب انت يعني انت هتقعد الامور الماديه؟ قال لي ابيض، مفيش اي حاجه. طب بص انت دماغك ايه؟ قال لي انا مش عارف، انا في الاهلي هبطل كوره في التوقيت ده، ما اعرفش بكره هيحصل ايه او بكره ورايح فين. طب وبعدين؟ قال لي انا بص يا كابتن، انا استخرت ربنا هتمرن واكمل وادوس وهظبط نفسي،
اهو كلام كلام واضح. هظبط نفسي يعني هظبط نفسي. كهربا كان بيروح يصلي الفجر ويطلع التمرين ويكمل ويدوس ويركز كل الكلام ده. في جنيه مثلا راح لدادي الاهلي قال لهم انا جاي لعرض من احدى الدورات العربيه ولا في اي حاجه خالص. ودين الاهلي هو دين الاهلي. احنا يا ابني في ظهرك وداعمين ليك والقصه والحكايه، ولكن ما نقدرش نديك فلوس. دي فلوس النادي الاهلي واحنا في اتفاق وفي عقد. خلاص ركز. كهربا اتمرن داس على نفسه رجع الملعب اكنه بيلعب بقاله 100 سنه دغدغ الدنيا. كهربا لم الغرامه ازاي؟ كهربا لم الغرامه ازاي؟ والاول مره هقولها لحضراتكم. كهربا اتحمل مبلغ بسيط جدا في الغرامه، اتحمل مبلغ بسيط في الغرامه من مقدم عقده في النادي الاهلي. اتحمل مبلغ بسيط في الغرامه من مقدم عقده في النادي الاهلي. ده رقم واحد. يعني الراجل ده بعد ما دغدغ الدنيا كده دفع اول سنتين مثلا. طب بقيت الفلوس لسه المشوار بدري. اللي تحمل بقيت الفلوس بعض رجال الاعمال المحبه للنادي الاهلي. لا لا انت غلطان يا سيف. لا اللي دفع الفلوس ناس بتحب كهربا. كهربا نجم كبير والدنيا كلها بتحبه. خلاص عشان بس نطلع من الحته دي. ولكن انا بكرر الكلام تاني، اللي ساهم في غرامه كهربا بعض رجال الاعمال نصلحها شويه. حبوا كهربا من ادائه في النادي الاهلي، شافوا ان مصلحه النادي الاهلي ان كهربا يبقى موجود، فهندعم النادي الاهلي في صوره دعم محمود كهربا. فلم كهربا الفلوس، فلم كهربا الفلوس، خش عقود اعلانات، خش كذا خش كذا خش. طيب اللي انت قلته ده سيف، اللي انت قلته ده فين سبورت النادي الاهلي؟ فين سبورت؟ فين دعم النادي الاهلي؟ النادي الاهلي كلف شركة الكورة ان هي تفتح بنزين، تدوس بنزين مع كهربا في الجزء الاعلاني. شركة الكورة هي المسؤولة عن تسويق كل لعيبة النادي الاهلي. دوس دلوقتي في الحتة دي، دوس على كهربا عشان يطلع من الازمة. دوس معاه. لولا شركة الاهلي ولولا الاعلانات ولولا الناس اللي اتحركت في الحتة دي ما كانش فيه كهربا ولا حد كان هيدفع جنيه، لان الارقام كبيرة. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. سيف زاهر جاب لنا الخلاصه، قال لنا ازاي كهربا لم الفلوس وكهربا بدات ازاي معاه الحكايه. والراجل في البدايه منتهى الاحباط منتهى الكابه، انا حرفيا هبطل كوره الا اذا ربنا كرم كهربا بالتالق في الملعب ولعب وقال لك انا خلاص انا هبطل كوره في النادي الاهلي. خلصت تخلص بقى الامور زي ما تخلص، وركز في التدريب بتاعه وتالق في النادي الاهلي. والنادي الاهلي لما كهربا تالق كل البيبان اتفتحت له، لما كهربا اشتغل على نفسه كل البيبان اتفتحت لمحمود عبد المنعم كهربا في النادي الاهلي. بما معنى خواجه، بما معنى ان رجال اعمال على اعلى مستوى من محب النادي الاهلي هم اللي دعموا ملف محمود عبد المنعم كهربا. مش كده وبس، رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب كلف رئيس شركه الكوره المهندس عدلي الكيعي بالاهتمام بملف محمود عبد المنعم كهربا. عمل ايه عدلي الكيعي مع محمود عبد المنعم كهربا؟ دعم ملف الاعلانات مع دعم رجال الاعمال المحبه لنادي الاهلي زي ما ذكر سيف زاهر. هو ده اللي خلص الكيتا لمحمود عبد المنعم كهربا. محمود عبد المنعم كهربا لو دفع جنيه من جيبه وهو جزء بسيط من مقدم عقده كما ذكر سيف زاهر، يبقى الموضوع خلصانة بالشياكة. كهربا وقف مع النادي الاهلي في الملعب، والاهلي وقف مع كهربا خارج الملعب، ولموا الفلوس ولموا الحكاية ورجال الأعمال المحبة للنادي الأهلي وشركة رئيس شركة النادي الأهلي بأمر من محمود الخطيب المهندس عدلي الكيعي دعم محمود عبد المنعم كهربا. ودي كانت حلقتنا النهاردة، ورب الحلقة تكون عجبتكم. حبيبي أخواني.